أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد يحذفان أي الفعل والفاعل معا دون الفاعل وحده في مثل نعم جوابا لمن قال أقام زيد، أي نعم قام زيد، فحذفت الجملة الفعلية وذكر نعم في مقامه. وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال لا واجب، لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر، فيلزم في الكلام استدراك. وإنما قدر الجملة الفعلية للإسمية بأن يقال نعم زيد قام، ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية. بحثي فاعل مانبو لبحثي درسي بيشو مان ده هلبتا بس ما كريو كفعل جاري ويا حذف ده بهم بواجبي جاري ويا برحل بجوازي إيه. استبو من بحثي أودك كدلي ريدك بفعل فاعل هردك يعني ويقرا حذف ده يعني بحثة كسي بحثة يكيان أوكا فعل حذف بيت باشا فاعل ومعنات جاءوا دو باشا هم صورة جوازي هي هم صورة وجوبي هي أو يتشان باشي دوميان فعل فاعل ويكرا يك لقل يك هديشان تيا حذف ببن إيه. باشي سيهم كليرا دا جنابيان بحثي نكردوا چون کله بر اول بحث تنازع اشاره یک دیتا پیشوا اویش کله مدرسې کوفی کانا بلایوان شوا فعل دمنته فاعل حذف تبدی تو کسیکی سیر سمریا و بل بدلیل او کتاب نحو کان اوانی ک منهج درسین لسر بوچونی بس کان نسراون توجیه ان بو بشنه کلو ک فاعل حذف بیت فعلك ومن ال زور چاکم الله وقد يحذفان الله يعني أي الفعل والفاعل باشا يعني فعل فاعل معا إيه حصي فاعل للاي بسر يكان شتيك سابد نيا ما قل لايكي سأي لايكو في يكان رأيكو في يكان لبابي تنازع دها قصيك ديتا بيشو لو بحث دا إن شاء الله كده دا قصي لذلك الوقت إيه. وقد يحذفان أي الفعل والفاعل معا لقل يكدا دون الفاعل وحده هناك فاعل تنها أو رد لسركسا يعني بلاي أمانوا كبسر كان فاعل حذف نابت باشا في مثل نعم جوابا لمن قال أقام زيد لا ويني أم مثال دا يعني لا شوين دا بكردي وبكردي كبرسيارك دكري لو لامي برسيارك دا إما لكلمة نعم إسفاد لك نعم أوانك مرحب جوتا لمغني قلت بناز أفضل من درسي مغني مزوب الله ونكدو تواني تندرسي كي نبي أو زورنين بلانا وكاق سمان لسر كدوة لمغنينة باشا كحرف جوابة تشكاريكا لم تيباش دا اقا خوة توفيق دا تمن من بقاته وكاته او ليش دا بحثي ليه دكري لم تيباش دا لبحثي حروف دا كنعم حرفيكا بجواب ديت ايه باشا يعني لشوين دا سائل برسيارك من اراسته دكا ايما جوابي دا ديناني باشا بنا عم جواب دادينا إيه زرت شاكا يعني فعل فاعل كلا قلقا تشي داكين حذف داكين وكو نعم إستل نعم دا أما جوابا حالي نعم هيا كجواب لمن قال كدلي أقام زيدون سائل دا برسي أقام زيدون من دلم نعم نعم يعني تي يعني إيه قام نعم قام زيدون إيه زرت شاكا أوش تاكا واضح رونو نيازي با توزيحنا دا كبويا لسل بحسكا داروين لسبع سكنار تيبردبن جاء لنتيجة لا فحذفت الجملة الفعلية وذكر نعم في مقامه إيه؟ جملة فعلية حذف دبث باشا ولجيقا كيدا لجيقا فعل فعل كدا تي حذف دبث تي دادندري نعم دادندري إيه زور باشا أم جاء وهذا الحذف جائز
عرستان كم أم جادتوانين في مقامه برينوان بو مجموع قام زيدون نك شو كذا بو جملة فعلية بدأ بيها بمؤنث ببحر خال أم أو مؤنث نها تتبوي. وهذا الحصف جائز أم حصف حصف فعل فاعل لقل يقدا لجواب برسيار دا درستا بقرينة سؤالي إيه وأم جا قرينة بو حصفك قرينة سؤالك يا وقت كسر برسيارك دك فعل فاعلك لبرسيارك دا بكار دقري تازم منو تو بكاري ناقري نو فعل فاعلك لجواب كده بو ديكينا مبنى بو كاري خومن يعني اعتماد وتكيد دينا سر سائل أو لو دا بحثي كدوا إمل لو دا بحثي ناكينا ولا أقيدا إيه باشا لا واجبون وأم حصف واجبنية شون كتو دتواني لجواب بلي نعم قام زيدون دتواني بلي نعم حدو لا درستا أم جابو واجبنية أما نوعك ديهوي أو بيت كأم بابتا لبرابري أو دا دانان دريك لدرسي في شو داخل من متنكا متن كافي كفرمي ووجوبا في مثل قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك كذا فعل بواجب حذف بو بولا بدا اشتكى واضح رم بولا برشي حذف بو باشا بلام ليركان دا حذفك واجبني لبر أو اشتكى لبحثي فعل كذا كبواجب حذف بو بكار هندرابو لدواء حذفك لذا بكارنا هندراوا وقت بكارنا هندراوا حذفك واجبني وجائزة كخويد الله لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر لبر نبوني اشتك حس لبر هالنستان اشتك يؤدي مؤداه باشا ك اداي محذوفة كبكة بيني او محذوفية اداي محذوفة كبكة في مقامه لمقام محذوف كده هيكا هم مؤداه هم في مقامه بلسن أي المحذوف ولركانش ده مرجع زمرك حكمية شون كما بحث لا يحز معنوية باشا بعد شون كهذا لي ويحذفاني وقد يحذفاني ذكر بو محذوفك بتي توانيه ك لا يحذفاني ورد جيلت يا أصلا تقول لين حكمية شون كحكم بحثا بحث من لتشي لمحذوفة لواقع ده إيه زول باشا لعدم قيام ما يؤدي مؤداه لبر نبوني حصاني شتك كيؤدي مؤداه أداي أو أنجام يعني دوري أو محذوفة كبكار يعني رولي محذوفة كبجيرة لبر نبوني شتك رولي محذوفة كبجيرة واجبني أحس في فعل فعل كده لذلك يقدر وكم مفصل مثلا لا كذا وان احد من المشركين استجارك بس ما كل بده باشا كفرمي في كل موضع حذف الفعل ثم فسر لرفع الابهام الناشئ من الحذف فانه لو ذكر المفسر لم يبقى المفسر مفسر بل صار حشوا بخلاف المفسر الذي فيه ابهام بدون حذف تاخوالو كخبر من الاخر إيه. جالو ده خوي لدواء لأمجال إدامة فلو إنما وجه حصفه تشنك لأن مفسره قائم مقامه مغن عنه إيه ويا أو يبحثك كلمة ده فلو يبوي واجب حصف فعلك تشنك اشتيك داتيت الجيغي محذوفك بلام ليردا لأدم قيما يؤدي مؤداه في مقامك المفسر وكو مفسر اشتيك دوري محذوفك هي ورولو نقشي محذوفك هي لبر نبوني اشتاق الو بابتا لردا نثوانين اذعان كين بوكا حصفي فعل فاعل لجواب نعم ده واجب به إيه باشا لاحظ ما انا عرفت كم نعم لبر او قرينيا باشا دلالتك على سلف زي جمله إيه او جمله كوا بقشتي بخوي حصف بو زور باشا جا ارزي برادري خو مكم وذكر نعم في مقامه دتوانين هي مقامش بري نوبو محذوفك يعني أبشر إشكالي تلاني بمحصول كبيرين يعني أو بزهنم داخل إيه أمجا لفظي جملة خلاصي كلام أوي ك بلين محذوفة وكو قام زيدون به لجوابي من قام دا أقام زيدون دا باشا دلالة كالة سر معنى كي خوي لفظي جملة هشتيك نية ليرة دا جيغي أو بروكا بلان لما سالي فعلك دا فعلك بتاني حذف بيه فاعل بلان أم ليه ده هدي كان بسالك وحذف بيت الجملة
چونکە لە واقعدا شتێک نییە جێگەی جملە بگرێتەوە بۆیە ببێتە مفەسیر بۆ جملەکە بۆیە حەسفی جملەکە کەکرا بە جەوازیە بە وجوبی نییە چونکە حەسفی واجب دوو شتی پێویستە یەکیان قەرینە یەکیان شتێکیش کە جێگەی ئەو بگرێتەوە ئەم لێرەدا لعەدەم قیامی ما یؤدی مؤدا یعنی شتێک کە جێگەوەگری محذوفەکە بێ نییە لە واقعدا وەکو مفەسیر ئێ زۆر باشە جا ئەو کاتە ئەمە فێکە فی تەفریع دەچێتەوە بۆ ئەم فەرعە لە کوێ دروست دەبێت لعەدەمی قیامی وەختێ شتێک نییە جێگەی محذوفەکە بگرێتەوانێ دێ ئەمجا ئێمە بە واجبی حەسبی بکەین چی پێش دێ فێل زمو فی الکەلامی ئیستیدراکن باشە لە کەلامەکە یعنی مەنزول لە جوابەکەدا ئیستیدراکێک دێ بە هۆی بڵێین خولاسەی کەلام محذوفەکەوە باشە کە حەزف دەبێت مەسەلەن لە خزمەتانە عەرز کەم بەڵە فەیلزەمو فی الکەلامی ئیستیدراکن ئێ زۆر چاکە یعنی ئەگەر زیکری محذوفەکە بکرێ وەکو لە جوابی کابرا دەکە دەڵێ ئەقام زەیدون تۆ بڵێی نعم قام زەیدون مەسەلەن باشە مەسەلەن قیامەکە و زەیدەکە بڵێی لەگەڵ نەعەمدا باشە ئیتر لە واقعی نەفس الئەمردا ئەمە ئیستیدراکێکە و زیادەیەکە بەبێ فائیدە چونکە ئەگەر تۆ بینی شتێکی ئەبەو جۆرە بڵێ یعنی بڵێی ئەوە قەرینە بێ قەرینە نییە لە واقعیدا ئەوە ئەگە شتێکی ئاوە بینی دەبێتە شتێکی زائیدە لە واقعیدا جا بۆیە هەر لە ئەووەڵەوە شتەکە لە سەرەتادا نایهێڵین دەڵێن حەسفەکە حەسفی واجب نییە و حەسفی جائیزە بۆ چونکە لعەدەمی قیامی ما یؤدی ما مؤداه ئەو وەختە کە شتێک نەبێ جێگەی ئەو بگرێتەوانێ فەیلزەمو فی الکەلامی ئیستیدراکن شتێک نەبێ جێگەی ئەو بگرێتەوە ئەمجا توش بە واجبی حەسفی بکەی لە کەلامەکەدا لە جوابەکەدا ئیستیدراک یعنی زیادەیەك دەبێ هیچ فائیدا لە نەتیجەدا پێش دێک ئەوەش شتێکی ناشیرینە پاشان فەرمووی ئەین ئەم قامە زەیدون یعنی تەقدیری جملەکەی جملە مەحذوفەکەی بە جملەی فیعلیە کرد دەڵێ وئنما قدر الجملة الفعلية لا الاسمية باشە بأن يقال نعم قام زيد باشە ايه دەڵێ بۆیە تەقدیری جملەی فیعلیە کرا نەی ئیسمیە مەسەلەن تەقدیر جملەی ئیسمیە نەکرا بەو شێوە بگوترێ بێن و قالە نەعم زەیدون قامە ئاوە لەبەر ئەوەیە دەڵێ لیەکون الجواب مطابقا للسؤال فی کونی جملەتن فعلیە بۆی جوابەکە وەڵامەکە هاوشێوەی پرسیارەکە بێ لەوەدا کە سؤالەکە جملەی فیعلیە با جوابەکە جملەی فعلیە بێت زۆر باش ئەوە ئەو تاو باس فعل تاو وەڵام لە مەنهەجێکی نەحویدا کە جەنابی زەمەخشەری دەڕشتووە و وەک شتێکی ئیبن حازمیش هەر بەو شوێنەدا ڕۆشتووە لەو بابەتەدا لە هەندێک ئارا ئەو بۆچووندا دەبینی تۆزێک مخالفەی زەمەخشەری دەکا بەڵام لە خودی مەنهەجەکەدا کە زەمەخشەری هێناویەتی ئەوەڵ ئیسم و دووەم فێل و خلاسەی کەلام ئەمجا حەرف و لە ناو ئیسمیشدا ئەمجا ئەوە کۆمەڵێک مقدمات و ئەمجا دێتە سەر غێر مصەریف و ئەمجا دێتە سەر مرفوعات و لە مرفوعاتدا فاعیل و ئەمجا لە دوا فاعیل ئەکسەرەن لە کتێبەکانی زەمەخشەریدا تەنازع دێتە بەرەوە باشە و جەنابی ئیبن حاجیش هەر ئەو کاری کردووە بەڵام لە هەندێک کتێبدا دەبینی تەنازع و ئیشتیغال بە جا دەیهێنن یعنی لەگەڵ یەکانیان هێنن تۆزێک تەفاوتێکی هەیە لە واقعدا ئەو دەرکەی پێوەدا تەفاوتێکیان هەیە لە واقعدا مەسەلەن ئیبن هیشام ئەسڵەن لەگەڵ فاعیلوانە نانهێنێ زۆر جاران یعنی هەردووکان لە پەنایە کادێنە هەرچەند لە بابی مەرفوعاتە ئەوانە دێن چونکە ڕەبتی هەیە بەڵام ئیبن حازم بە ڕەحمەت بێ بڵێن کە لە باحسی مەرفوعاتە باحسی فاعیل لە پێشەوە دێنێ لە پەنا ئەوە کە باحسی فاعیل تەواو دەبێ ڕێک ئەچێتە سەر تەنازوع دلیلەکەش ئەوەیە بە دلیلەوە ئەو ئیسمەکە متەنازع و فیهیە کێشەی لەسەرە لە بینی دوو عامیلدا یا چەند عامیلدا هەندێ جار نزاعەکە لەسەر فاعیل بوونە لە واقعدا ئینا خۆ لەسەر مەفعول بوونیش هەر هەیە لە واقعدا جا بۆیە ئەوە
يعني أو أو بفرصتي دزانا كباب تنازع لبنا باب فاعل دابين إيه باب تنازع لقال باب اشتغال دو باب جراني نحون يعني آسان لين لواقع ده إيه متن كافية آوايا وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما فقد يكون في الفاعلية خلاصي كلام مثل ضربني وأكرمني زيد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيدا إيه وفي الفاعلة والمفعولية إيه زرت ساك أو متنك بلان يا مخو أو هم متن ما بناخذن أو هم شرحي أو متن ما بناخذن إيه وإذا تنازع الفعلان بل العاملان إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا نحو زيد عفو نحو بلى أو نازل زيدون هتشيا بلى نحو زيد معط ويا ومكرم عمرا دبي وابي بلى أري 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 زيد معط ومكرم عمرا احذر باشا وبكر كريم وشريف أبوه واقتصر على الفعل لأصالته في العمل وإنما قال الفعلاني مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع وهو اثنان ظاهرا أي اسما ظاهرا واقعا بعدهما أي بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما يا متقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال التنازع ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل فحينئذ لا يتصور تنازما في الضمير المتصل براسي باسي تنازع وكو أرزم كده باسي كي قرانا وجامي هر بحثي كي آساني نحوي كداكا بحثكا وكو كتبكاني غني آسان بي دا بحث آسانا كاني قرانا دا بحث قرانا كاني دريد شون بل بلا علي هر كاتيك دو فعل تنازعيان بو تنازع لباب تفاعله باشا تبعة ريشكي لنزع أو مستر كده بيت النزاع أو وقتا يعني دقيقا اشتيق أتو رايك يشي من رايك يشم باشا قرفتك جيت بيشوا لسرشتك توبلي إيمان من بلام إخوما أو كاريدك بيت جاء أو نزع رايك يشانا باشا دقيقا مصطلحيك مصطلحك كلواقع دا لكتب نحوي كان دا بو تشي دو عامل يا زيات اللي دو عامل لسم معمول يا زيات اللي سم معمولك بكاد دي هندري معمولك دي عفو عاملك دي هي معمولك راتش يا بو خوي لهمان كاد دا عاملش كده هل او معمول راتش يا بو خوي جابويا تشش هي لبين يندا وامجا وليرا دا وكوزور لبابا كان النحو شي شي سركي هي لبيني بس كوفيدا باشا بلانش شكا بحثي دا كان لتشي دا لاخر دا زائس نجيش تنبا بحثك ليرا دا بلاونا كان ولي مان با بترتيب الرين على حركات الدو في علم زعيم بو جناب شارح زور علمان بوشتك دا تي طلب بل العاملاني بل وإضرابة باشا وقت الدو فعل نزعم نا كرة دو عامل باشا ما بس يتي أوبلا كفعلاني حر لكافية دا بلا بفعل هاتو بلان فعلي إصلاحي ما بزنيا أو فعلي كفعل باس ما كر يعني عامل عامل جا عامل كفعل بيشي ففعل بفرغناك باشا أجر دو هركات دو عامل نزاع ينبو باشا إيه جاء أمزا أم إذا إلا تبوتشي الفعلاني دكاتا العاملاني ببل إعراض ذكا لا الفعلاني عاملاني نجيكا كا قيدكا
دلا إذا التنازع يجري في غير الفعل أيضا لبر أو التنازع وقل فعل داها لغير فعل جدا إجراء دكريت بيادة دكريت أيضا وكل فعل لا بيادة دكريت وكل زيد معطي ومكرم أمرا مثلا بونمون باشا يا بكر كريم وشريف أبوه أم دواني أول إشكاء النساء يعني هي معطي ومكرم لست لسر عمري باشا أم دواني دوام كريم وشريف نزاع يعني هي لساتي لسر أبوي كبيك أنا فعل أوي بيشو بيك أنا ما في البخان إذن شاك واقتصر على الفعل لأصالته في العمل إيه وإنما قال الفعل هاني ما أتاو دي أم جاب برسيادة بيشو دي وقت آواية تنازع لغير فعل جدا جيغو رغي خوي هيا جنابي مصنف وات ابن حاجب بو تشيكتي إذا تنازع الفعلان فقد باسي دو فعلي كر غير فعلي بحث نكر مثلا باشا واختصاركي لسر تشبو لسر دو فعل بو وبحثي لواقع دا لشبه فعل نكر على واختصر على الفعلي مصنف اختصارك لسر يعني خلاصي كر دا ونزعك لفعل دا باشا نزاعك أوانك نزاعين فقط خلاص كده الفعل ده بو لأصالتي في العمل لبر ريشة داربوني فعل لسيا لعمل ده هي أصالتي توبو فعل لبر أو فعل ريشة هي لعمل ده باشا الريشة دار لعمل ده أي زود شاكم داش كده بلين ما بس بدو فعل يعني دو عامل بن باشا أو أم جاء عاملك باري بحسابي تغليبي أكثر بوصل أقل بكار بجيلة مثلا غالبك وهي كفعل زوت عملتها وكشفة فعل باشا أو يا مثلا تغليبي أصل بصل فعل ده شو كأصل فعل ده أصل عمل كدنا فعلة تبعة أو غالب فعلاني بويا بكاري هندلا بدك لي أوش جوابيك بك هيدي إيه وباشان أم دو عاملان أجر شيء فعل بون يك نكتة هي الدب مصدر نبم مثلا لشوين إذا بلي أعجبني الضرب وقتل زيدين دروزني نزاع باش التنازع دروزني بو شو كلا مصدر دا زميل مقدر ناكرد إما بحثي دا كين الأخير دا أجد نزاع كلا سر فاعل بو آها فاعلك ليش أنا بس زميل زيدين بلان وقتك او نزاع على مصدر دا لسر فاعل بيت ناكرت بو چون كم مصدر نتواني زميلي بيوني وايا ونتواني زميلي مستطر كي لمصدر دا جالسر او اساسية هر لريشة دا دلين تنازعك لمصدر دا وقتك تنازعك لسر باري تنازعك لفاعل بندابت لفاعل دابت ناكرت لواقع دا ايه زرت شك فشان وإنما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع بوش جنابي شارح بلام جنابي مصنف فرمي الفعلان فقط دو فعل لقال وشاك دلين تنازع لزياد لدو فعل شا واقع دبيت وكو مثلا بونمونا هاي الروايات لدو عادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم شوار فعل بس ليقدر باشا سي هي شوار هي بلان لشوار بروستر نبي سلاوة باشا إيه همو يان صليت وسلمت وباركت وترحمت لسر على إبراهيم كشان بلان لأخيدا ديدين بترحمت وكانك بوي حزب داكين شونك ذكري حزفي غيري مرفوع كي باشا أو لا إذا مشى إيش الله إخواني إيه لبر أوى اختصار على أقل مراتب التنازع أوى جنابي ابن حاجب اختصار كلا خلاصي كدوتواني يعني إني كرتي كدوتو لسر كمترين درجة كان التنازع چونك كمترين درجة التنازع أوى دو عامل چشان بيت زيالة وشا معنى سيش معنى وچوارش معنى جابوا يا بلاني كمكي لنظر بيتو يتي كاري بلاي سر ونبوى لواقع دو كوهو إسناني أقل مراتبك چيا دو دانا عاملك نزاع نهب لسر معمولك إيه جاء أم جاء وإذا تنازع الفعلان ظاهرا باشا وقتك دو دانا فعل نزاع ينبو لسر ظاهرك ظاهرا أي اسما ظاهرا واقعا بعدهما ظاهرا ديارا
موصوفه بعفو صفته بو موصوفك محذوف كاسم يعني اصلك اوايا اذا تنازع الفعلان اسما ظاهرا وقت موصوفك كاسما وحذف وظاهرا تتجاك الى واقع يعني وتتعظم في الوجيب وتنازع بعدهما اي بعد الفعلين اما خالكك زورجك قصي الى واقع بعد تواوي كان عبارتك نقاشي كلا سر اللي رك أنا ده لواقدة كرأي مصنف رأيك غير رأي عندك لزانا يعني كإيه طلا وقت الدو فعل نزاع ينبو لسر اسمك ظاهر كاسم ظاهرك واقع بو بعدهما أي بعد الفعلين اللي دو فعل كان واقع بو باشا يعني أول فعل أول دينين باشا فعل دوم دينين بعتف قطعا أو أمزة أو اسمك إشكالك إلى سرو إرادك إلى سرو نزاعك ودمقالك إلى بني دو عاملك عند على سرا لشو دين إلا دعو دين مثلا من دلم أكرمت باشا وضربت زيدا باشا أكرمت فعل أولك ديهنم باشا ضربت ديهنم بواي عتف دلم وضربت أمزة دين أو اسمك نزاع إلى سرا لدعو دين أو صورتي غالب وزورينا لتنازع دا او صورتي صحيح مثلا كابو جوري زي ما با عبارتك شارح واخوينين اتقسيك يا لسري ارسان لكم ايه لنتيجة دا لسريح عبارتي كافية دا او دردك او اسميك جي نزاعي بين دو عاملة دا بين لدو عاملة كانوا بباشا چونك اذي المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معول للفعل الاولي أويان كمتقدم عليها عليهما بفعلين لتتوا بينهما جبوهما كبفعلين لتتوا أويك لبيش دو فعل كان ويا وأويك لوسطي دو فعل كان دا معمول فعل أول كيا مثلا هذا مثال ضربت وأكرمت زيدا ما صورة صحيح تنازعا بلان زيدا أكرمت وضربت بلا شارح باب تنازعني بين ما وسطوا أكرمت زيدا وضربت بلا شارح شو أمش صورة تنازعني بلا شارح هواء وبلا مصنف ظاهرا أويا كذب فعل أول فعل دوم ذكر كران أم جاب دويدا أو معمولة كنزاع إلى سر ذكر بكرد شو معمولة كبيتها وسط دو فعلك وشبيتها سروي هدو معمولة هدو فعلك لباب تنازع خارج بلايت بلا أمانة ودليلك شيء أويا دلي إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال التنازع تاو إذ هو دستوب أولك شوكا بل فعل أولك يستحقه باشا شاولي مستحق متقدم عليهما ومتوسط بينهما يا لفش فعل دوما كدا يعني وقت معمولك بيني نستروا بلين زيدا ضربت وأكرمت لبنا أكرمت دا فعل أولك الزيد لايقة بفعل أولك تقولي أجابيني وسطوا أكرمت زيدا وضربت دوباره لبنا هرفع لأولك دايا لايقة بفعل أولك أو رأي بوشوني ابن حاجب وشارح ظاهرا أو رأي تأيدك باشا إيه إذ هو يستحق قبل الثاني هو كتب فعل أولك لبر أو فعل أولك يستحقه استحقاق اسم ظاهرك هي كوا متقدم عليهما متوسط بينهما قبل الثاني بيش فعل الدوم باشا وكو عرزم كدن لنتيجة فلا يكون فيه مجال للتنازع هيفي أتتوب متقدم عليهما يا متوسط بينهما بو أو اسم ظاهري كلبيش دو عاملك ويا يا لوسط دو عاملك دايا تازه مجال تنازع نامنه و جگه نزاع نامنه لواقع ده یعنی مسألکه زیدن اکرمت و ضربت اکرمت زیدن و ضربت ام دو مسأله صورت اول که معمولکه لپیش دو فعلکه ویا صورت دوم که لنوانیان دایا ام دو صورت لمسأله باب تنازع خارج بلای مصنف شارحه و باشا؟ ايه ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد أفو تاوبو أو من لم تكتشو ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه ومعنى تنازعهما أو هما بو خلاصة كلام فعلين لتتواني معنى أو كأودو فعلان تنازعيان هي
فيه ليس مظاهر كذا أأوية كذا ظاهرا بعدهما أنهما بحسب من يتوجهان إليه جاء بيجا وكا أو توضيح عبدهم توضيح عبارة سلام ودم أم بابتك جي قصيك وكو أرزم كردن جنابي مصنف فرموي وجنابي شارح اشتئيدي كرد ظاهري أمر دبي أو تنازع أوابه فعل أول دوم بترتيب ذكر كران معمولك بدوان ده ذكر كران أو صورة صاحبه بتنازعه أجر معمولك لبيش دو فعلك أو يا لبين دو فعلك دابو لباب تنازع خارجه خيري وبخشه إيه باشا ليرا كندا أويك جنابي مصنف أبم جولة دفر مئز الشارح دفر مئز المتقدم عليهما ولم توصل بينهما رد قصي هندق لشارحين كافية باشا كأوان إجازان داوا تنازع لو صورة شاد دروستا كمعمولة كلف شادو كان يعني به زيدان ضربت وأكرمت باشا أو جاء بوقتك كدلين نزاع كلا مفعول بون دابي شون كفاعل ناتت في الشوا باشا ولو صورة شادا كمعمولة كبتة وسط وهاد مفعول بأي جدوبارة وكم مثلا تي أكرمت زيدا وضربت بلا هندق للشارحين و لو قيل هذا النزاع كدرس لا لو دو صورة هجدة باشا إيه جنابي رضي صورة أولي لو قيل هذا تأيد كدوتي أقل معمولك بيشش كود درسة بيش دو فلك كود باشا دلكش ظاهرا أويا لو قيل دلي هر دو فعلك على السوية بصورة مساوي لطلب مفعول دان باشا وأمجا استم مفعولك اسم ظاهرك كجي نزاعة لبيش هر دو فعلك ويا وإما بيهين بيكين بمعمول وفعل أولك أما دليل نيا چونك لين زيكا باشا چونك أجر لواقع دا نزيك بونك دليل بوايا دبويا لو صورتاني كشا هر لواقع نفس الأمر دا ترجيحي أول ترجيحي أول بدرايا كخلاصة كلام هر بدرايا بمفعول بفعل أولك كالحركة نجد بما بلين بفعل أولك إيه زرت شاكا نا عفو دب يعني أوان واضلن دلن أجر رأيك دليل كان أو يدلا زيدا أكرمت وضربت شونك زي الأول ويا ولا هاد السر وحد مفعولك يا لبنا أكرمت دا مفعول أبو أكرمت شونك لين زيكا دويا لا صورة كان كذاك معمولك دوادو فعلك زيك دكرين معمولك لبنا فعل دو ما كذا دويا بواجبه بدري أبو مفعولة بفعل دو ما كان ندري أبو فعل أولك قد قد لا واقع دا باشا ودويا تتنازل أصلا هاد دلوز نبويا لا واقع دا جابوا يا هندي للشارحين كافية بيان ويا أو صورتش خارج نية لصورة التنازع شو معمولك لأوله وبيت شو لوسطي دو فعلك وبيت شونك أوب بقماني أوك شونك بلين لبنا فعل أولك داب بيتا مفعول بؤوي أو غلطة شونك لا ضربت وأكرمت زيدا دا يتد بي أو كاتا شونك زيدا لبنا ضربت دايا دبي بلين مسألك لباب التنازع خارج بقرية القتيب وشونك معمولك لبنا فعل دو مكدايا هذا ساك قصيك قويش على واقع دا توزك بلام اللهم شاهد دليل أمان أو ببيت كالعرب واشتيك بوشوازا نهد بيوكو بابي تنازع إنا وكو دليل وكو أو يعني وكو باري مسائل عقلي أو قصيك دروس على واقع دا چونك لفنا فعل أولك يا ملزمين بو بيدين بفعل أولك چونك اگا آوا بي نزيكي مترح بي ديخول لا أو صورة تنازع عن دا كهن لكلام عرب دا ولا قرآن جداهن معمولك أميان لبنا فعل دوما كلا تعزل يبرين هل بحث تنازع خارج الواقع دا معمول فعل دوما كلا بناتي كلا حالك انتزال وان نيو ادعي واجناك للواقع دا أيتر أوا رأيك جوان الواقع دا بلان دكري توجيه رأي ابن حاجب الشارح بكري بوكا وكو بابي وكو سماع العرب والنبي سرا والنزاع بين دو عامل لسر معمولك بك لوسط دو عامل كدابي لا اول دو عامل كان دابي ايه ضد شرك ام جاء فرمي واذا تنازع الفعلان ظاهرا وقت دو فعل نزاع يا مولا سر اسمك زائد ام نزاع بش معناك باشا ام قرفتك لبين دو دان عامل دا ديتا بيشا ولا سر اسمك ظاهر
دا پیما بلن خیری باوکتان ام نزاع جوانا و توضیحی که جوان دادا دا فرمی و معنا تنازعهما ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه. وشال معنى تنازع دو فعل كان هما بفعلان لسيته فيه بظاهر لسيته باسم الظاهر كان معنى تنازع دو فعل فيه لاسم الظاهر كدا أو أنهما دو فعل كان بحسب المعنى بجوري معنى يتوجهان إليه رؤكا إليه بدو اسم زهيرة كدرون بجوري معنى باشا يعني لمعنى دا مثلا هركس ديه معنى فعلك التعلق بس يبقى معمولك وارودك أنا معمولك باشا إيه وباشا ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل ودروز دبيت ك أن يكون هو تتوب اسم ظاهرك اسم ظاهرك مع وقوعه لقى الواقع بوني لو شو ندا هيك وقوع تتوب اسم ظاهرك ودروز ده اسم ظاهرك لقى الواقع بوني اسم ظاهرك لو شو ندا صحيح ده دروز ده بمعمول واقع به بوهر يقداني منهما لدو فلكان على البدل بنورا بس سبيل اجتماعنا مثلا جارك مثلا بونمونا حل مثالي كتبك لإدامة داده بفرم زاد تولي ضربني وكرمني زيد كرت يا زيد ببيتا مثلا فاعل بضربني لا جارك يش ببيتا مع فاعل بوتي بأكرمني اما لقال يك بلاي زيد فاعل هم زمانا هاوكات فاعل هم بأكرمني هم بضربني اشتوا دروزنيا بلان على سبيل البدل دروسا وكو ضربا دي هوي زيد بكات فاعل اكرم دي هوي بكات فاعل وكو دروس تبو ضرب بيتفاعل بو أكرمش دروس تبو بيتفاعل مثلا أو معنى تنازع إيه زورت شاكر فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأولي قصيك زورت جوانا على وقت يكشتك آوايا باشا كتنازعك لسر اسم زاهرة باشا ودبي لدوا دو عامل كان وبيت لنتيجة دا تصوري تنازع دو فعل كان هما بو فعلان لتتوا تنازعي أو دو فعلان لزمير متصل هر متصورني يعني هر حرب وفكر كنواج نابد باشا يعني حرب خالج دا نابد بو لبر أوي زمير متصل كواقع دبي بعدهما لدوا دو فعل كانوا تبعت متصل به بفعل دوما ايوانيا تبعت متصل بفعل دوما لقلا ودا متصل بفعل دوما انا درزنا ببيت معمول بفعل اول بو چون زميني متصل اجبو بمعمول معمولي او فعل كتو وصله مثلا بونمونا استي لسروا ضربني مثلا بونمونا مثلا بفرض مثال ضربني واكرمت زيدا مثلا ضربني مثلا بونمونا مفعولي هيك هيك أكرمتش فعلي هيك هيك لسا زيدي تششانا إما بلين زيدي بكينا مفعول بو أكرما أم جا تي أكرمتش كينا مفعول بو ضربا قطعا غلطة بو شوك بابا تيكا با أكرما ومتصلة ترجعني كيد فعل بو فعلك لو بيش أخوش ديو هل إمكان فزيرني الواقع دا واتا بقرار قد إدلال للذهن خوتا به ندروا يعني حرب وفكر كنو نابه تنازع لسا زميلي متصل نيا تابو لقوتني نابه تنازع وقتك هيا لسا زميلي متصل تنازع هيتش كاتك رونادا شويني روناني تنازع نيا زميلي متصل بو چونك زميلي متصل معمولي أو فعلك بيو وفيو وصلا ناك لبه الشرائطي بيتا معمول بفعلش كما لا يخفى هاروكو مخفي وبنهاني وشراوة نابت أو شتى أو أي زميري متصل زميري منفصل زميري متصل أول لبر أو ناكل بلان زميري منفصل بدليل أو حكم اسم ظاهري هي وناوكي خوي بخوية فصل لعامل بعامل ونيا أما جيغي قصية على وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما نحو ما ضرب وأكرم إلا أنا ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه
بما هو الطريق القطعي عندهم، وهو إضمار الفاعل في الأول عند البصريين وفي الثاني عند الكوفيين، لأنه لا يمكن إضماره باشا إلا مع إلا، لأنه حرف لا يصح إضماره ولا بدون لفصاد المعنى، لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل والمقصود إثباته له. إيه الله تسي الله الضمير منفصل الواقع، وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما ضمير منفصل، وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما ضمير منفصل كواقع دبي لدوانا وأجا مرفوع بو وكتي وكو أعم مثاليا ما ضرب وأكرم إلا أنا باشا أو ففيه تنازع، تنازع إتدايا باشا. أما تنازعك شون دقتك باشا حتى اسم ظاهري كشكل زي اسم ظاهري، اسم ظاهري كالذي أم زميل منفصل تنازع إتدايا، مثلا كابرا بلا ما قام وما قعدتي إلا زيد آوة باشا، إيه ما قام وما قعد إلا زيد مثلا باشا. زميل منفصل كالدواي دو فعلك ودن أجر مرفوع بو بم قيد أما وكل مثالك لا دردك يكون ما ضرب أكرم إلا أنا، شون كأنا زميلي منفصل مرفوع باشا. ففي تنازع، تنازع إتدايا باشا، لكن لا يمكن قطعه بما هو الطريق القطع عندهم. أما إمكان قطع زميل منفصل كنيا قطع كي بوشتيك هو أو شتر ريقي قطع عندهم للا علماء، أو أنت شون قطع إذا كان قطع كده يعني رفع نزاعك، نزاعك وقت دي تبشو دو عامل نزاع يعني لسا معمولك قطع نزاعك ده كان دينا تششك حل كان، مثلا أقدام بفعل أولك تارسل دوزنو بو فعل دوامك، أقدام بفعل دوامك تارسل دوزنو بو فعل أولك، بلام ليرداد دلي بمجورنية قطع نزاعك مثلا عمل بدري بأولك يا بدوامك مثلا وكو مشهورة لمسألة تنازع ده باشا. كمثلا أيش كتشيا وهو إضمار الفاعل في الأول عند البصريين وفي الثاني عند الكوفيين، أوش أوي مثلا أجر بفرض مثال عمل الدا باشا، باشا عمل الدا بفعل دوامك باشا، دبي زميلك بصورة فاعل بيني لأول كده وقتك فاعل دويس للاي بصريك، وأجرش عمل الدا بأولك برابر كوفيا كان تبي فاعلك جاي بلين بفعل دوهمك أجر فاعلي ويست للا كوفيا كان أخد قطع نزاعك وايا، شو كأخو ولا الدنيا واقع جدا وقت أي شيء خيال جديد في أشياء ولا بيني دو كسر شرع كلا سرشتك تبي تو بيني قطع نزاعك أي تبي بيني أم نزاع وكوجيني باشا. خلاص كلام بيدي بيتشانو بوكي كان قربيك وكي إسمع الله سلم معمولك جاري وشريان يعني معمولك هذا اللي بيجي شافوا ناكل بدري بهدوانيا يعني. إيه وقت اللي دري مثلاً بفعل دوامك أولك تشيفز أي دينية بزمير أقدر أبى أولك دوامك تشيفز بزمير دوبارة أي دينية بلان ليرا كان هذا أمشت إمكان بزيرنيا أبم شيوا يعني أبم شيوا كم كديد أها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديت لدرس إذا هتو احتمالا بيجيني يعني جيني فإن أعملت الفعل الثاني كما هو مصب البصريين أضمرت الفعل في الفعل الأولي أمزا بوكو في كانش البوجورية أجر عمل الدابة فعل دو مكا باش استأمن ما ضرب وأكرم إلا أنا ضرب وأكرم لسال فعل شريان رحمتي خالدي فعل كاش كامي أنا كي زميري منفصل أي كري أبيا ونمري أو طريقي قطع نزاعك ورفع نزاعك ورفع أو خصومة لبيني دو فعل داك هيا لأصل دا وقت لسال اسمي زاهر شري أنا أبم جورا قطع نزاعك داكري مثلا بفرض مثال دينين دو فعل إشكال ينهي لساتي لسال عامل لسال معمولك باشا أم دو فعلك نزاع ينهي لسال معمولك أجر داما بدوامك أولك فعل ويز بزمير بوي دينين أجر داما معمولك بفعل أولك فعل دوامك تشيز بزمير بوي دينين إيه بلان أمل إرداد دلي لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم ريقنية قطع نزاعك بكري هي قطوب نزاعك توانك لتنازع لما ندت بجر ورد جيرا ريقي قطع رفع نزاعك نية بوشتيك هو أوشتا هو دستو بماك كريقي قطع نزاعك ورفع نزاعك للاي علمايان كوهو هو كتتو بطريق طريقك طريقك تيا
طريقة عكتيا إضمار فاعل في الأول عند البسرينا وقت عمل ماندا بفعل دوامكا أبي أقر فعل أولاك فاعل ويزب زميل بيديني أو قد إنزعك يا. وفي صانع عند الكوفين أكا عمل ماندا بفعل أولاك دبي زميل بينين بحرشتي تيويز فعل دوامكا بزميل بوي بينين أدي ركانا دا ناكري بو ناكري تماشاكا فرزان داما بضربا أي أكرامي سليوكين بلين أنا يقل أكرم دام مستطير به خل نعكلي نعكلي زميري منفصل لا يخوي بخويتي قبولة زميري منفصل لا يخوي بخويتي تورتواني أنا لا أكرم أكا سيغي مثل بذكري غابة مستطير كي خوهر عرب يرزان حياة وشرف من دبي ها خوشتي وانا أكري لأكري نخي داما بأكرم دل الله ربدا كلا أصل دا أدبي هو إتيا مستطير به تو أنا مستطير ذكي نعكري اصلا ناوي زميري منفصل بخويا ويتي منفصل متصل ناوي تاوكو مستطير بيت باشا الرياجانية اصولا بقرار خديب وبالكنو نابي لنتيجة دا تنازعك هيا اما بخوشي بو ما دالا زي اساق صبان زورا لسال انبعصا شوك دالا لانه لا يمكن اضماره باشا مع الا هي إضماره أتتو منفصل زميل منفصلك على إمكاني مقدر بونيني بصورة زميل بيهني لقال شي لقال إلا دابو شونك لبالو لأنه إلا حرف لا يصح إضماره باشا على إمكاني بزميل بيهني لقال إلا شونك يعني بصورة زميل بيهني بو فعل شيان شونك حرف إلا حرفه دروزنيا مقدر بكري وباش كلابي ولا بدونه ببي الا جنابه چونك اللي فصادي المعنى معنى كتيا فاصل دبي باشا چونك لانه يفيد نفي الفعل عن الفاعل باشا چونك او الا كا اگر قطع بو نفي تدكات فعلك لا فعلك مثلا الا كلابره باشا ما ضرب واكرم انا نفي فعلك دكا بلان الا كا والمقصود اثباته له أيوة أنيا إثبات فعلك له بو فعلك وقت إلا لك الضابط إذور شاكا آها جا إذا أمزا خوي بو ماندالا بلان بيش أو كيما بقينا سر أو إدامي بحثك أمزا نزاعك شون كوتاي بي بي أما يكالي ردا أم مثال جنابيان هنا يواني معلومي جناب تانا كأنا وكو ألزمون زميلي مرفوعي منفصلة باشا يعني أما كاتك كاسمك نزاعك تدا وكو أنا به زميري مرفوع به منفصل به أي أجر زميري منفصل به ومنصوب به وكو أو شارة سريتيا مثلا الله ما ضربت وما أكرمت إلا إياك أما على تنازع تدا حرب الصورة أصلي خوي باشا مثلا أجر إياك بكين بيدين بفعلي مثلا خلاصي كلام أول يا دوم دروس حسب يوكي مفعول او لا اذا ما دي خويني باشا لكاتك كان تنازع لسر مفعول بو داما بيشان لو كانت وين حسبك بو چونك منصوب فضليا نجبه كلامك منعقد به كلامك دا مزري ببي منصوبه كلا واقعده او بلان لفاعل نابت فاعل عمده كلام او يك باشا هر بو جورا وكو اسمي وكو زميري منفصلي بلين وكو زميري بلين منفصلي منصوب كتنازع تدايا زميرك كمجرور بيت باشا ايش او تم منفصل مجرور نيه لتنتجنت بلان زميري متصل كمجرور بيت ايش هل بجوره تنازع تدايا مثلا قمت وقعدت بك اسبيدين بقعدت قم بك يا يا بيدين بقمتو بوكي كان دتوني حسفي بكين لواقيدة باشا يتنازع تدايا أو وأمجع حتى أوشيان قلتو علماء وتزميري منفصلة كان مفعول به وبيش حدو عاملك كتنازع تدايا مثلا إياك ضربت وأكرمتو دتوني بيدين بيشيان بوكي كان تلي بكين حسفي بكين يا جار مزركا بيشك بيك قمت وقعتو ديكين بيشيانو ديدين بيشيانو خلاصي كلام او لو كيك حسبيك انجا بلا مثالك مصنف اماني نهينا نقرته بو چونك ام مثالك بمرفوع هنا ما ضرب وكرم الا انا وشاهد ما بس او بو بصورة تنازع لشكل خلادة دا اقر النزاع لسا زميري منفصيلي مرفوع بو انا لسر او كانك
ظاهراً برواڵی عادی خۆی بابەتەکە دەڕوا. ئەگەر کەسێکیش ئیراد بگرێتی بۆ بەحسی نەکرد، ئەخر ناکرێت ئیراد بگیرە بۆ چونکە ئەو شێوازە لە تەنازوع کە دەبێ عمل دێ بفێلی ئەو واڵ و زەمیر بۆ دووەم بێنی یا داد بە دووەم و زەمیر بۆ ئەوەڵ بێنی لە مەسەلەی فەقەل زەمیری مەرفوع منفصیلدا جێبەجێنابێ. ئینە ئەگەر نزاع لەسەر مثلا محل جار ومجرور به يعني نزاع لسان مفعول منصوب به جا زمير منفصل به او بروال عادي خوي كل ادامه عادي خوينين تنازعك بروال عادي خوي هي لواقع مثلا لس زمير مرفوع منفصل تنازعك بشوي خوينيه ايه مثلا اسم بيدين انا بدين باكرم ابو ضربه هيتما بيناكل بيدين بضربه ابو اكرم هيتما بيناكل انا تواني بوشي ويك معلومه لا كتابة نحوية كان دا كرفع نزاع كذا كذا لذا ناتواني وكذا شو كأجر أوكي دبي لقال إلا أنا أبد باشا دي نا أنا كم مستطيل دبينا إلاك أو يا بحثك باشا شو كإلاك لأنه حرف لا يصح إضماره إلاك حرفه مقدر نابض باشا ولا بدونه وببي إلاج نابض شو كلفساد المعنى بلاي ملا ما ضرب وأكرم زيد يتنفي فعلك يا لأنه يفيد نفي الفعل عن الفاعل نفي فعل فاعل لك بل أول مقصود إثباته له أول حالة إذا أما بس إثباتي فعلك له بفعلك هي إثباته بفعل تتو هي له بفعل تتو إيه دي أم زميلة مرفوعة منفصلة بناخيرية وأجل تنازع تدايا تنازعك شون سعر سر بكريم دغية ومراد المصنف بالتنازع ها هنا ما يكون قطع طريق قطعه إضمار الفاعل فلهذا خصه بالاسم الظاهري باشا ما بستي مصنف بتنازع ها هنا لردا أويا كرقي قطع تنازعك رقي قطع نزاعك باشا مقدر كدني فاعل بيت فلهذا خصه بالاسم الظاهري باشا بويا مصنف فقلتي وإذا تنازع الفعلان ظاهرا باسي أو ينكر أي أم زمن منفصلة فكرتيا دلو أما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي يقطع بالحذف وعلى مذهب الفراء فيعملان معا وأما على مذهب غيرهم فلا يمكن قطعه لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع كما عرفت ألي شيء ألي لا أصل دا أرزي برادري خوما كان محقق رلي تحقيقي هي لسال أم بابتا باشا مثلا دالي ما ضرب وأكرم إلا أنا چونك ناكلت أم زميلة منفصل بيت باشا أرزي برادري خوما كان مثلا دالي بوية دلوزنية چونك دالي أقر فعل أولك لغو بكرتوا و دبي زميلي كي بديتيا برابري متنازع فيها كبيت او كلي داما دي خويني جا اگر ببي الا بي وكو باسمان كر دبيتا ما ضربت وما اكرم الا انا باشا او زميل منفصل متصل لديني برابري انا كاكتيكيا اخويني نو ما ضربت وما اكرم الا انا باشا يا امزا ما قام وما قعد مثلا شي الا زيد باشا او لديتاني ايه جا امزا ألا إلا أنا مستثنى دبي لويك مقدر لما أكرم دا باشا عرزي جناب الدكم إلا زيدون مستثنى دبي لوداك مقدر لما قعد دا باشا دي درسنا بي مستثنى بن لما ضربتو لما قام چونك أما متعدد كي تدانية وكو مستثنى دي هو درب كري لمتعدد لمستثنى منه يك نبا ظاهري نبا مقدري لنتيجة ضربك وقيامك منتفيدة بن لو اسمك نزائي تدايا باشا دعوي كوائيني لبيشوا بوان اسمادك باشا بوان نفيدك يعني اشتاكا بيشوانا درجة بقرار قطي به جورك ناغي لواقع دا باشا يعني محلي تنازعك بوشيوازة مشهورة نية لواقع دا كتبيني مثلا أكرم بيك تعامل لأنا دا ام جاب وضرب بلا ولا زميلي دين خو انا ناكله مستتل بيت هذا ايوانيا دي لنوعي انا كا تيك متصل ديني ايوانيا دي وقت اوابو خو ام جاب لنتيجه دا اشتكى خلا دردي مثلا دلي شي دلي ما ضربتو
وأكرم إلا أنا تماشارك إلا كا أو وقتا بوفق قيده بو أكرمك ليرا كان دا تو مبسط أويا من اليم داو نريزي شم قرتوا بلا أو كاتوائي لدي ولا من الأصل مثالك دا بي أو معناكي نلي داو نريزي كتو فقد من يعني هم اليم داو ريزي شم قرتوا بلا أو كاتب الأكزة بتواني أم اليم نداوة وكسج ريزي نجتوا غيري من نبيت أو ليه بس دلوقتي لا إيتر بيتشواني معنى مثالك شونك ببي إلا كا قد عند بي إلا أجبيني بو ما ضربتوش ديخو إلا لسا زميري متصلنا يا أو وإلا أمزا مقدرنا كريت ببي إلا معنى كتيغتي لنتيجة دا أو شيوازا لا رفعي تنازعك لإدامة دا ديخوينين أجر عمل من دا بفعل أولك دبي فعل دوامك تشي دبي بزميري بوي بينين عمل من دا بفعل دوامك دبي بو فعل أولك أجر فاعل ويز بوي بينين أجر مفعول ويز يا مجرور يا جار مجرور ويز دتوين بوي حذف كين عمل يردا جيب جنابي أي أمجا لإدامة دا بو من دلة وأمتن دلة أمجا من بسي مصنف بتنازل يردا أويا كرفع تنازعك بكري بشيوي مقدر كدني فاعل بصورة زمير باشا بويش جنابي ابن حاجب تايبتي كل بشيوا باسم زاهرة وشون كلا اسم زاهرة وش تدلو زبي والله لسا زمير دو جنابي أما لزمير منفصل للتنازع جونا دلي وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكساء يخطو بالحصفي تنازع كلا زمير منفصل دا أبيد وقت يقول تمام بوشتك مرفوع به وكو أو مثاليا لسر مسبي كسائي تنازوك قطع دبي شارة سدك دبي شي بحذف إيه يعني حذف زميل كدكي أو حذف إلا كدكي باشان لسر مسبي كسائي لسر مسبي فرائش فيعملان معا باشا هردو فعلك عمل لك لفاعلك مثلا ما ضرب وأكرم إلا شيء إلا أنا أه يعني هم ضرب وهم أكرم هدوكيان باشا عمل لأنا دادك أنا وش قصدك سيدا وما على مسبي غيري ما أما لسه مسبي غيري كسائي فراء فلا يمكن قطعه قطع نزاعك ناكلت شعر سر ناكلت بو شنك لأن الطريق القطع إنهم الإضمار ريقي قطع نزاعك للائوان بصورة زمير هنا أنا دي وهو ممتنع أوج وكو دبيني ليركان دا قد غيناك ليلوك وعرفتها لنتيجة دا تنازو هي لسا زميل منفصل بلان بشيوازي معروف معهود مألوف نيكا هيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.